أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أنا الشاهد. نعرض عليكم اليوم مجموعة جديدة من التقارير التي وصلتنا منكم، تقارير حول قضايا تهمكم ويهمكم أن تعرضوها على العالم من حولكم. وأصحابكم أنا منى باء. البناء غير المقنن يهدد الأراضي الزراعية في مصر. وعرض عليها مبلغ يعني فظيع، أنا ما رضيتش. مسنون في المغرب لا يستطيعون التقاعد عن العمل رغم المرض والشيخوخة. وفي الأردن مشروع لذوي الاحتياجات الخاصة يواجه الكثير من العراقيل. بدايتنا من مصر التي حملت فيها ثورة 25 يناير الكثير من الأمل، إلا أن هذا الأمل تحول إلى كابوس بالنسبة للعديد من المزارعين، والسبب هو البناء غير المرخص على الكثير من الأراضي الزراعية نظرا لغياب الرقابة اللازمة، كما يقول حمدي الشجيع الذي بعث بهذا التقرير. هجمة شرسة تتعرض لها الرقعة الزراعية في مصر نتيجة التعديات المستمرة عليها من قبل بعض الانتهازيين الذين استغلوا الأوضاع الأمنية السيئة التي تعيشها البلاد منذ اندلاع ثورة يناير، وشرعوا في انتهاك الأراضي الزراعية بالبناء والتجريف من أجل أهداف استثمارية في المقام الأول، الأمر الذي جعل مصر تحتل المركز الأول عالميا للتصحر وفقا لتقرير للأمم المتحدة. مصر التي كانت تسد احتياجات الغذاء لها ولكثير من البلاد في عهد النبي يوسف أصبحت الآن تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية، شتان ما بين الماضي والحاضر. أكثر من 680 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية منذ بداية الثورة حتى يناير الماضي على مساحة قدرها 29 ألف فدان تقريباً، بينما لم يتم إزالة سوى 10% تقريبا من حجم هذه التعديات، وكانت أعلى المحافظات نسبة في التعديات هي البحيرة تليها المنوفية ثم الشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية، وذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الزراعة المصرية في يناير الماضي. رجال الأعمال جوني عايزين يشتروا الأرض يعملوا عليها مشاريع، اللي عايز يعمل بتاع مجزر آلي واللي عايز يعمل شونة، أنا ما رضيتش، قلت لا حرام، انا ازرع في الارض واكل فيها احسن، واللي وراي والناس تاكل معايا، ما انا عشان ابني لا. وعرض عليا مبلغ ما يعني فظيع، يعني ما رضيتش، ما وافقتش على هذا الكلام. البنى في الارض زراعيه غلط، لما ده يبني وده يبني وده يبني وده يبني تضيء الرقعه الزراعيه، امال ناكل منين؟ ناكل منين ونشرب منين؟ يا ابني اللي معاه الجنيه عافي، اللي معاه الجنيه عافي، شوف اللي معاه الجنيه بنى ازاي؟ واخد بالك؟ مش همه لان معايا الجنيه، مش همه، انما الفقير اللي زينا هو اللي رايح في داهي، الفقير اللي زينا هو اللي رايح في داهي يا ابني. وفي تقرير للامم المتحده كشف عن حقيقه اكثر خطوره، وهي ارتفاع معدل البناء على الاراضي الزراعيه خلال 3 أشهر الماضيه في اعقاب الثوره الى 5 أفدنة كل ساعه نتيجه غياب الرقابه والانفلات الامني، وهو ما يعني ان مصر تفقد يوميا مساحات من الاراضي الخصبه التي تكونت عبر فيضانات نهر النيل على مدار الآلاف من السنوات، وبالأخص بعد تراجع برامج استصلاح الأراضي التي تقوم بها الدولة. أنا راجل فلاح في البلد، المفروض كل حاجة اتبنت على أرض زراعية في المخالف خارجة كردون البلد المفروض تنزال. يعني ليه؟ دي أولا بتأثر على الثروة الزراعية، بتأثر على كله. ثانياً والأهم، يعني أنت ده دي في بلد لوحده، ما بالك لما تطلع بقى في الخارج والفلاحين وعلى المعاهدات مبورين فتاديه، فتاديه عندك أهو فدان أهو باين أهو باين خالص، مفيش زارع جنب المزرعة دي، عندك فدان من اليمة التانية، عندك أدي فدان أهو باين أهو علشان قطين اتبنوا هم. يعني هقول لك إيه وعيد إيه، ده حاجة يعني بصراحة، وأقول له باني فوق أهو، باني بعد 3 أريط في الأرض ومبور قدام من اكثر من 3 أريض، رامي فيهم سباخ ويقول لك منافع ليا، منافع ايه؟ طب ما بنتش على التير عليه اللي انت عايز تبني، يعني مجرد استشار، انت عايز تبني لك بيت ما بنتش على التير عليه، خدت بال حضرتك؟ وقعدت نمبر بني لي بعد 4 أريض ومبور له 4 أريض عشان بيت لمفرد واحد. استمرارا لحالات التعدي الصارخه على الاراضي الزراعيه لتلتهم الاف الافدنه في ظل تهاون شديد للجهات المعنية
نحو هذا النزيف الذي يستقطع من قوت الشعب المصري ويهدد بقوة مستقبل الزراعة المصرية والأمن الغذائي، ويجعل الرقعة الزراعية في مصر تتقلص يوما بعد يوم. حمدي شجيع من مصر، برنامج أنا الشاهد. نبقى في مصر ولكن ننتقل إلى صورة أكثر إشراقا. إسلام فرج بعث تقريرا يحدثنا فيه عن مكانه المفضل، مكان يستطيع أن يركز فيه هو ورفاقه على دراستهم بعيدا عن صخب الحياة اليومية كما يقول. إسلام يأخذنا في جولة إلى مكتبة الإسكندرية. أنا إسلام فرج من مصر، إن شاء الله عملت تقرير عن مكتبة الإسكندرية، إن شاء الله ينول أعجابكم إن شاء الله. حضرتك عبد هشام، انا معهد الكوميونيكيشن هنا في محطرم، باجي على طول المكتبه باستمرار، بخلص المعهد باجي على طول. بصراحه المكان تحفه، باجي معايا اللاب، بفتح النت، بعمل ابحاث عن كتب قديمه، كتب الفراعنه، الاثار، بخصوص اي حاجه قديمه. بس بصراحه يعني انا بتمتع اصلا لما باجي في المكتبه، اولا بالاجهزه الكمبيوتر، بالكتب الموجوده اصلا، بستعير كتب، بشغل وايرلس لسه على النت، بعمل ابحاث. صراحة المكان تحفة. كنت حريص انك تكون متواجد باستمرار؟ كل يوم بعدي. انا المعهد بتاعي كل الايام عدا الجمعة باجي على طول باستمرار، حتى الاجازة بتاعت الجمعة هي كده المكتبة اجازة، بس باجي بره المكتبة يعني. انا نادى الثانية كلية حقوق، بقى بدخل المكتبة تقريبا قرب الامتحانات على طول، بتبقى مذاكرة فيها احسن، نزيف كتير وهدوء راحة، بلاقي حد ممكن اتكلم معاه من زمايلي في المذاكرة، فبنشجع بعض على المذاكرة اكتر يعني. حريصة انك تيجي دايما المكتبة؟ ايام الامتحانات تقريبا قبل الامتحان بشهر كل يوم بدخل المكتبة بالتدريج. ايه اللي بيلفت نظرك عموما غير القراية مثلا في المكتبة؟ هو مكان هادي للمذاكرة قوي يعني، هو مكان بيبقى هادي للمذاكرة. من هؤلاء الشباب في مقتبل العمر ننتقل للحديث عن أشخاص أفنوا شبابهم في العمل، وحتى عندما هرموا اضطروا للبحث عن مهن أخرى ليعيلوا أنفسهم، والسبب هو أنهم لا يتوفرون على راتب تقاعد ولا ضمان اجتماعي. وحتى إن كانت صحتهم واهنة فالعمل قدرهم على ما يبدو حتى النهاية، كما يقول عبد الرحيم جلتي من المغرب. يبرز لنا جليا موضوع المسنين وحالهم في مجتمعنا، خاصة منهم المتقاعدين والذين يجدون أنفسهم في حالة فراغ يملؤونه بأنشطة ما. الأمر ذاته الذي سنسلط الضوء عليه. فتح الشيخ المسن باب محله المجاور لبيته ليشرع في عمله ويحكي لنا عن حاله، والذي هو نتيجة ما آل إليه بعد 45 سنة من العمل الشاق في إحدى المزارع التي كان يملكها أحد المستثمرين الفرنسيين إبان الاستعمار الفرنسي للمغرب، إضافة إلى ما يقرب 15 سنة في مقالع الحجارة، علما أنه لم يحصل على راتب التقاعد من كليهما. حينها ضعف عوده لينتهي به المطاف إلى مهنة الإسكافي في هذا المحل المتواضع، يشكو لنا سوء المنقلب بمرض ألم بجسمه، خاتما قوله بابتسامة: إنني في انتظار مسمار نعشي الأخير. عبد الرحيم جالطي من مدينة وجدة المغرب.
أحمد المواشي من العراق بعث تقريرا يعرفون فيه على مرض زيادة كثافة قرنية العين. أحمد يود أن يعرف المشاهدين على هذا المرض، آملا في أن يتلقى المصابون به المزيد من الاهتمام والرعاية من الدولة. عياد علاء شاب يعمل في شركة نفط الوسط في حقل شرقي بغداد، له ابنتين وولدين، أحد الأولاد سليم والآخر سقيم، وكذلك البنات. أحد أبناء عياد وهو حسن يبلغ من العمر 8 سنوات يعاني من مرض زيادة في كثافة قرنية العين، وكذلك ابنتي الصغرى حوراء وتبلغ من العمر 1 سنة فقط. ربما من حسن حظ حسن الطفل أنه يسكن في حي الطوبجي في بغداد، حيث يوجد معهد المكفوفين الوحيد في مدينة بغداد العاصمة. حسن ومن خلال معهد المكفوفين تعلم الكثير من الهوايات، فهو يجيد الطبع على الآلة الطابعة التي تعمل بطريقة برايل، وكذلك يهوى ألعاب الفيديو جيم، ويحب كرة القدم حبا شديدا. حسن لا يمتلك آلة طابعة في البيت لكي يمارس هوايته، ولكنه تحدى الظروف وتعلم الهوايات الكثيرة في المعهد. لكي يبصر حسن وحوراء فكلاهما بحاجة إلى 3 عمليات لكل منهما، كلفت كل عملية قد تصل إلى $30,000، في وضع لا يمكن إجراء هذه العمليات في بغداد أو في العراق. العمليات يمكن إجراءها فقط خارج العراق، في بلد هجرته أكثر العقول الطبية وتوزعت في الشتات، في بلد لا ينفق على الصحة إلا نسبة قليلة من ميزانيته، ولا يمكنه استخدام أطباء أجانب لمعالجة مثل هذه الحالات بسبب الوضع الأمني والسياسي غير المستقر. حوراء لا زالت في سنتها الأولى، وأمامها الكثير لكي تتعلم مما تعلمه حسن. المهم أن حسن تحدى الصعوبات، ولكن إلى متى؟ إلى متى يبقى الإهمال في مثل هذا النوع من الحالات؟ أحمد المواشي من العراق. ننتقل إلى فئة أخرى من المجتمع تحتاج إلى اهتمام خاص. هيثم طرخان من الأردن يقول إنه شاهد على المعاناة اليومية لذوي الاحتياجات الخاصة في بلده، والسبب كما يقول هو أن وسائل المواصلات هناك غير مهيئة لاستيعاب هؤلاء، ولكن يقول إن لديه فكرة رائدة لحل المشكلة. وهيثم معنا اليوم عبر خدمة سكايب من الأردن. هيثم، هل حدثني عن أصل هذه الفكرة؟ من أين جاءتك فكرة القيام بمشروع خاص بذوي الاحتياجات الخاصة؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنا بشكر البي بي سي على استضافتهم. والله يا ستي، هي الفكرة انوجدت الكون أنه إحنا في يعني في عندنا في الأردن ما في وسيلة نقل اللي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكونه إحنا يعني عندنا في العيلة يعني بنعاني من هذا الشيء، من هذا الشيء. الشخص الموجود عندنا في العيلة مرات إحنا بنطلع من البيت وبنتركه هو، لأنه ما في وسيلة نقل اللي تخدم هذا الشخص، يعني لا وسائل الباصات مجهزة ولا التكاسي عندنا في البلد مجهزة لهذا الشيء. يعني عندما ترغبون في أن تخرجوا مع هذا الشخص من العائلة، هل شرحت لي المحن التي تواجهونها على صعيد يومي مثلا؟ نتغلب في حمله ووضعه إلى داخل السيارة، ونتغلب كمان في عرباته، العربية تبعته لما يعني نحتار وين، يعني كيف بدنا نحطها السيارة. وسائل النقل اللي هي الباصات يعني ما فيها مثلا يعني مش مجهز انه مثلا تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث انه مثلا ترفع عرباية المقعد والمقعد وتدخله الى داخل مثلا الباص، ما في هذا الاشي، لدرجة انه الشخص نفسه بقعد بالساعات مثلا يعاني لما يعني خلينا نحكيها باللغة العامية يحن عليه واحد ويجي يطلعه. طيب والنتيجة، يعني كيف تخرجون هذا الشخص من البيت في النهاية؟
والله يا ستي احنا اغلبيه الاوقات الشخص هذا للاسف الشديد ما بنقدر نطلعه ولا نخرجه نهائيا، لانه يعني متعب جدا وسيله نقله. طيب يعني تواجهون كل هذه الصعوبات، اذا ما الحل؟ ما فكره المشروع التي اتيت بها؟ راح يكون عندنا يعني العداد ناطق باللغه العربيه بصدر فاتوره ابريل، بحيث انه الشخص الكفيف لو طلع في التاكسي هذا يعني بيقدر يعرف من خلال الفاتوره شو بدفع. وكمان رايح يكون انه في نظام هيدوليكي بيرفع عربايه المقعد والمقعد وبيدخله الى داخل السياره، وراح يكون عندنا ان شاء الله السائق يجيد لغه الاشاره، بحيث انه اذا طلع معاه شخص اصم يقدر يرشده او يدله على الطريق اللي بده يروحه. طيب هيثم، هذا المشروع ليس فقط لخدمه ذوي الاحتياجات الخاصه، ولكن هو ايضا يوفر لهم فرصه عمل، اليس كذلك؟ راح يكون عندنا يعني في بعض السيارات راح يكون عندنا السائق من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم إعاقة خفيفة بإجره، بحيث أنه تتعدل هذه السيارات ويصبح إنسان فاعل في المجتمع. هذا المشروع طبعا في مراحله الأولى ولم يتبلور بعد على أرض الواقع، طيب هل حصلت على التمويل اللازم لتنفيذه، وهل من عوائق واجهتك حتى الآن؟ العراقيل هي يا ستي انه للاسف الشديد المماطله في هيئه تنظيم القطاع النقل، وما في مصداقيه للاسف الشديد في 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 في, في لدرجه انهم خلوني اعيد الجدول الاقتصادي 3 مرات على مستوى وزير النقل. وزير النقل عندنا في الاردن مش قادر يتخذ قرار انه هذا المشروع فائد للبلد ومفيد للبلد. طلب مني انه ما اجيب عدم اوراق عن مثلا عدم محكوميه، وطلبوا مني انه مثلا اجيب انه انا مثلا مش موظف حكومي، فامنت كل الشغلات هذه وقلت لهم يا عم تفضلوا هي الاوراق اللي انتم طلبتوها مني والجدول الاقتصادي كل شيء يعني جاهز. انا متقدم، احنا متقدمين بمشروعنا هذا لخدمه المجتمع. للاسف الشديد لم القى يعني حكومتنا مش ملاقي منها الدعم اللي تدعم مشروعي. نتمنى لك التوفيق هيثم في هذا المشروع، وشكرا جزيلا لك. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أنا الشاهد، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني shahid@bbc.co.uk أو عبر صفحتنا على فيسبوك facebook.com/bbcarabic/shahid. إلى اللقاء.